سعد المحامي. الوقفة دي طبعا داعش اعلنت امبارح عن اعدام 21 مصري قبطي كانوا محتجزين لديها بقالهم شهرين. باسم وزارة الخارجية قال من شهرين ان هو عمل خلية ازمة. فاحنا مش عارفين خلية الازمة دي وصلت ان الازمة ما عملش اي حاجة. احنا عايزين نقارن ما بين حصل في الاردن الشهيد معاذ كساسبة والاردن كلها والالف طلعة اللي حصلت وملك الاردن ملك عبد الله واللي عمله وبين الحكومه المصريه حكومه ابراهيم محلب ورئيس السيسي. الناس دي من صملوط المنيا زي ما انت شايف هم اغلب من الغلب. الناس دي هي اللي دفعت الثمن 30/6 ودفعت الثمن 3/7 ودفعت الثمن 14/8 حرقت بيوتهم من الاخوان المسلمين حرقت كنايسهم قطع عيشهم ومع ذلك كانوا خلف الدولة المصرية. النهارده الدولة المصرية مش وراهم ثابتهم. فين الجيش المصري؟ فين مجموعة ثلاث سبعات؟ فين مجموعة ثلاث تسعات؟ فين الصعقة؟ أي عملية بس كانت تتم عشان نقول إن الولاد اللي هناك دول ولادنا. لما مات أي شهداء من الجنود المصريين في سيناء الدولة بتعلن حداد ثلاث أيام.